زينب، يمتاز الشهر الفضيل بقيم كتير حلوة اللي هي قيم الخير والتسامح والمحبة يلي بتجمعنا كلياتنا مع بعض. هاي القيم كيف بنقدر نعززها؟ كيف بنقدر نشتغل عليها لحتى تكون بتعكس الخير يلي جواتنا خلال شهر رمضان المبارك؟ هذا الموضوع هو محور حديثنا مع خبيرة أو المختصة في علوم الطاقة غالية البغدادي. يسعد صباحك ورمضان كريم غالية. حبيبة قلبي يسعد لي صباحك وينعاد عليكي بالصحة حبيبتي. يسعد صباحك يا غالية، أول شيء اشتقنا عليك، ثاني شيء رمضان كريم. اليوم يعني هذا الشهر دائما بيقولوا بيحمل طاقة روحانية كبيرة، وخاصة للي فعلا بصير عنده طاقة من التسامح، طاقة من يمكن مثل ما بيقولوا صلة الرحم اللي بيوصل، مثلا صلة الرحم بين الأقارب. عدة أشياء فينا نستفاد منها ونعزز أو نشحن حالنا بهذا الشهر روحيا. أول شيء خبرينا عن القيم والمبادئ بهذا الشهر، كيف فينا ممكن نعمل هيك ريلاكس، خاصة أنه ظروف الحياة صعبة، فهذا الشهر كيف فينا نستفاد منه روحيا؟ تماما. هلا اكيد هو شهر يعني روحي بطريقه مو طبيعيه، بنستفيد منه من طاقات روحانيه، طاقات نورانيه كثير حلوه، بس كمان في اختلاف بين شخص واخر. يعني انا لما اكون حابه هذا الشهر وعم بستناه وعم اقول بدي اكون مثلا رواق، بدي غير بحالي من العادات السيئه، كثير بتختلف معي، او بين ما اكون انا شخص سلبي وقاعد عم هلا بده يجي رمضان، هلا صيام، هلا انا عصبي، هلا انا لحدا يحاكيني، فهي الاختلافات اللي بتكون الروحيه. فبين شخص بيكون لا خلوني افطر، تماما، بين شخص بيكون عم بينمي هي الهم لا خلوني افطر عليكم تماما، وبين شخص بتحسي لا افكاره كلها بقى صارت كيف سوداويه وافكاره سلبيه، انه انا المعصب يلي انا لحدا يحاكيني، لحدا يقول لي اعمل، لحدا يقول لي ساوي. فهذا الاختلاف يعني قديش مهم انه نحن نكون اي شيء بالحياه عم نعمله او اي عمل بدنا نعمله او اي شهر بدنا نقبل عليه نكون عم نقبل بمحبه. طاقات المحبه من اروع الطاقات، ما فيك تبدعي بشيء بدون ما تحبي، ما فيك تعملي شيء بدون ما تكوني انت حاببتي. على مستوى شيء بسيط، هي يمكن الطبخه اللي بتعملها ست البيت، بس تعملها وهي حابه الشيء اللي عم تعمله، بتحسي الاكله خفيفه وظريفه، بتاكليها برواق، وبس تحسيها عم تعملها وهي معصبه بتحسيها ثقيله نزلت عمعتك وكثير انزعجتي. فقديش مهم نحن نكون نحن نغير بحالنا بهذا الشهر الفضيل لحتى نقدر نستفيد من الطاقات الروحانيه الموجوده فيه. يعني اي شيء يمكن بنعمله هو بينعكس علينا، وقت بنعكس طاقه ايجابيه على الاخرين والمحيطين مثل العطاء، وهي المفاهيم المهمه بشهر رمضان، قديش بتنعكس علينا نحن ايضا بالخير والعطاء والمحبه والتسامح والايجابيه. تماما، اي شيء ايجابي بتعمليه بالحياه هو الكون صدى، مثل ما بترسلي رح يرجع لك، فاي شيء بتعمليه ايجابي كوني على يقين انه هو هذا الشيء راجع لك، ان كان محبه، ان كان عطاء، ان كان حتى كلمه خير طلعت منك فهي رح ترجع لك بالنهايه. فقد ايه حلو احنا نعزز هذا الشيء عنا، حتى نعزز هذا الشيء عند اولادنا، يعني نرجع هالقيم الحلوه اللي هي انه ماما هذا الشهر مثلا الصيام، نعرفهم شو الصيام، نعرفهم المساعده، نعرفهم عن الصدقه او الزكاه او حتى الكلمه الحلوه اللي تطلع، كيف نكون نحن كلياتنا مليئين بالطاقه الايجابيه لحتى تعم هالطاقه حوالينا، بعكس لما نكون اشخاص سلبيين وحتى بنفس الوقت تعم على اللي حوالينا ونكركب البيت كله بقى بافكارنا السلبيه. اكيد غاليه دائما بتقولي انه اذا الواحد ردد عده جمل تحفيزيه باي وقت من الاوقات ممكن انه على المدى البعيد انه يتحقق الشيء، وحتى انه اذا كان مثلا عم بيعاني من اكتئاب او عصبيه او توتر او قلق بشيء ما انه يتحول هذا الشيء شوي شوي او يختفي تدريجيا. تمام، فخبرينا كمان بشهر رمضان يعني في عادات روحانيه مثل قراءات القران مثل الادعيه اليوم كمان، قد ايه هذا الشيء ممكن كمان مثل ما قلنا دائما يجمل من انفسنا؟ تماما. هلا على طول او بنحكي بكل حلقه وبنقول انه الكلمه لها تردد، صحيح، وهذا التردد بينعكس علينا. يعني انا لما بتطلع مني كلمه حلوه حتنعكس اول شيء علي وعلى اللي حوالي، فما بالك انا لما بكون مثلا عم بعمل شيء او عم بحكي كلمات ايجابيه. يعني انا طول نهاري مثلا عم بشتغل عم اقول مثلا يا رب شهر كريم، ادعي لي، ادعي لاولادي، ادعي للكون كله، يعني لاي كائن حي، تكون الدعوه عامه، ما بس خصص انه
هذا الشيء بس إلي، قد ايه هذا الشيء حيكون حلو وقد ايه هذا الشيء حيرجع لك التردد تبعه، لانه انت ما خصيتي بس حالك، ما كانت الدعوه تبعك انانيه انه بس انا عن حالي، لا انا خصيت كل كائن حي، فهي الطاقه حترجع لك قويه جدا، لان كل كائن حي حتى الشجر يعني كل شيء خلقه رب العالمين حترجع لك التردد تبعه، تردد الخير. فقد ايه حلو نحن لما نعزز هي القيم عنا بالدعوات مثل ما حكيتي، بقراءة القرآن، بالصلاة، بالهدوء والسكينة، حتى بالتأمل. يعني ممكن أنا ما أكون عم بعمل شيء بس صحيح. أنا أتأمل، غمض عيوني هيك وأتأمل قديش حلو هذا الشيء. يعني غالية في هي القيم، يمكن نحن وقت تجي بشهر رمضان بنحاول أنه هي نستثمر هذا الشهر لنرسخها، ولكن كيف فينا تكون هي القيم وهي الطاقة الروحانية مستمرة وعادة بحياتنا اليومية حتى فيما بعد شهر رمضان الكريم؟ تماما. هلا بالبدايه بدنا نحط النيه، يعني انا عندي عادات سيئه او ليش انا ما اعمل على ورقه اكتب مثلا قبل الشهر الكريم، يعني اكتب او اعمل احصائيه عن حالي، انا اكتب ايجابياتي وسلبياتي وانوي حط النيه انه انا بهذا الشهر او بشهر رمضان المبارك بما انه شهر طاقات الخير كثير عاليه فيه، انا حاول بدل من السلبيه اللي عندي واستفيد من هي الطاقات، وشوف بقى انه اكثر بشوف السلبيات اللي عندي بحاول قدر المستطاع بهذا الشهر اشتغل عليها وحاول غيرها. اكيد هي موضوع ما انه سهل اني انا فورا اتغير، لا، بس اول مره، ثاني مره، ثالث مره لما انا يعني بحاول مثلا اذا كنت انا كثير عصبي بحاول خفف عصبيتي او عد للعشرة قبل ما اعمل اي شيء، هذا كله بالتمرين او بالعاده بتحسي حالك بتطلعي من الشهر الفضيل وانت بالفعل 90% او ما فيني اعلي كثير 70 او 60% من العادات السلبيه اللي كانت عندك قدرتي تتخلصي منها. بس انا مو جرب اول يوم بس مثلا انه انا ما بدي اعصب اول يوم اصل هيك قبل المغرب شو ما اعصب، لا بدي اعصب وكسر الدنيا هيك. كيف فينا ندرب حالنا غالية؟ يعني كيف فينا ندرب حالنا اللي عنده أي مشكلة مثلا عم بيعاني من قلق، توتر، تفكير زائد، أفكار سلبية مثلا، وشفتي أنت يمكن في أوضاع معينة أو ضغوطات حياتية بتفرض حالة أحيانا، كيف فينا ندرب حالنا أنه ناخذ الأمور شوي خلينا نقول تصالح مع الذات؟ تماما. هلأ بالبداية أنا على طول بحكي هذا التمرين وحأرجع عيده، أول شغلة بنعملها أنه نحن إذا كنت أنت كتير معصبة من شخص أو من موقف، فورا على السريع اكتبي على ورقة اسم الشخص أو الموقف اللي صار وحرقي. مجرد ما أنت حرقتي وأنت عم تطلعي عليه أعطيتي أمر للعقل الباطن أنه ستوب، هالفكرة ما عاد بدي أفكر فيها، بتحسي نوعا ما هي الفورة اللي أنت عندك نزلت. هاي أول تمرين. ثاني تمرين اللي هو إذا أنت كنتي مثلا قاعده وعم يصير نقاش حاد وعصبتي، فورا غيري الحاله اللي انت فيها. يعني اذا كنتي قاعده قومي وقفي، بتخففي تقريبا 50% من هي طاقه الغضب اللي عندك. اذا كنتي فارده ايديك وعم تحكي ومعصبه هيك، فورا انه سكري او العكس افتحيهم. فهذا الشيء كله بتحاولي قدر المستطاع تخففي من هي الطاقه. واهم شغله لما تحسي حالك انك وصلتي لمرحله كثير انت معصبه، روحي فورا غسلي بالماء. الماء بتسحب تقريبا 40% من طاقة الغضب الموجودة عند الإنسان. مجرد ما كنتي أنت معصبة فورا روحي غسلي بس إيديكي أو وشك، هتحسي حالك فورا هيك في شيء سحب منك. يعني هي التمارين فعلا إذا كل واحد فينا بيعملها يمكن لو مرة باليوم بيقدر يتخلص من هي الطاقة السلبية اللي بسبب ضغوطات الحياة تماما. هي عم تكون معنا. غالية، موضوع الشهر الأشهر وقديش هي فعلا بتكون في أشهر روحانية وقديش أشهر بتنعكس كتير بطاقة سلبية، يعني تمام. في ناس بيقولوا مر هذا الشهر علي بلاطة على صدري، شو تمام. السبب بيكون بهذا الإحساس لكل شخص أنه هيك هو يعني عم يراوده هذا الإحساس؟ تماما. هلأ أفكاره هلأ بكون هو صاير معه موقف معين سلبي ببداية الشهر، فهو فورا بيقول لك مبين الشهر من أول وخلص هذا الشهر ما في كله حيكون سلبي. طب أنت جذبت هذا الشيء تماما، يعني أنت جذبت هذا الشيء وبالفعل بتلاقي الشهر كله حيمرق وهو سلبي. أما لما الشخص بيقول لك خلص مرقت، يعني أنا أي موقف بيصير معي ما ضل حاطه وعم فكر فيه وروح أقول لرفيقتي وقول لماما وقول للجيران، هون أنت عملتي كارما لهذا الموقف، يعني أنت ثبتتي هذا الموقف عندك، فبالفعل حتلاقي شهرك كله مكركب. أما لما أنت فورا بتلغي هذا الموضوع، يعني انه خلص مرق بيصير، يعني شو يعني صار هذا الموقف خلصنا منه وما ضل كرره ولا حتى بيني وبين حالي، وليش قلت لك انا اكتبيه واحرقيه، انت فورا هون
تتخلصي من هاي الأفكار اللي موجودة عندك. أهم شيء بالحياة أي موقف سلبي بيمرق معك لا تضلي تكرري ولا تضلي تحكي عنه. مجرد ما حكيتي اللي كلياتنا أنه بنحكي لرفقاتنا يعني مجرد ما حكيتي أنت عم بتثبتي، لأنه كلمة كلمة كلمة، ونحن بنعرف أنه في كارما بالكون. مجرد ما ترددت الفكرة 800 مرة فصارت كارما تثبتت عندك، فإجباري حيكون الشهر مثلا سلبي وممكن للي بعده وللي بعده. فبدنا ننتبه كتير من أفكارنا ومن كلماتنا. من خلال عم تشوفيها غالية، يمكن من هيك مشاكل نفسية واجتماعية، شو ممكن هيك تنصحي كل اللي عم بيشوفونا أكثر المشاكل اللي عم تصادف فيها؟ خاصة أنه يعني أحيانا منصادف يعني مشاكل بدون إرادتنا عم يطلع معنا مواقف. صحيح. أحياناً، فكمان كيف هيك فيك تقولي للعالم نصايح بهذا الموضوع؟ تماماً. هلأ أكثر مشكلة أنا بشوفها اللي هي أنه التصادم بالأفكار أو بالنقاشات. صح. يعني أنا بدي أقنعك، أنا صح وبدي أقنعك، لازم أقنعك، وإذا ما قنعتك واو يعني زعل. أنا إيه إنه أنا فاشلة يعني. صحيح. لازم أقنعك. طب ليش؟ طب انت عندك وجهة نظر وانا عندي وجهة نظر، ممكن نقربها لبعض، تقربت كتير حلو، بس اذا ما تقربت مانا هي مشكلة ومانا نهاية الكون، وما بكون انا غلط وما بتكوني انت غلط. عرفتي كيف؟ يعني كل شخص وله قاعدة افكار بباله، مو ضروري تكوني مثلي او انا اكون مثلك. هي المشكلة عنا انه كل شخص بيفكر انه لا انا الصح ولازم تكون مثلي. ليش ما اقتنعت؟ خصوصا اذا كانت رفيقتك الانتيم، يعني انه لا لازم انت افكارك والوانك وحياتك كلها تكون مثلها. لا يعني نحن على طول نتقبل الرأي الآخر، يكون عنا تقبل للأفكار وحتى للحوارات اللي بتكون بيناتنا. مو ضروري أنا لازم أكون نسخة طبق الأصل أو أنا أقنعه بأفكاري، وإذا أنا ما قنعته معناته هو مو مثلي. لا، الحلو بالحياة أنه نكون نحن منحب بعض ومنتفق مع بعض، نجتمع مع بعض، بس مو ضروري يكون أنا نفس الأفكار اللي أنت بدك إياها أو بشبهك. هون نحن منخفف 90% من المشاكل اللي عنا. واهم شغله انا لما الاقي شخص عم بيحاول كثير انه خلص بده يقنعني وهي مشكله بحد ذاتها، انا الغي الحوار وخلص واطلع بسلام وحاول ابعد، اعرف هذا الشخص مستحيل يعني تقدري توصلي معه لطريق. نعم غالية، بنتشكر كثير يعني، ونتمنى فعلا انه الناس تستثمر هذا الشهر الفضيل بكل الطاقة الإيجابية اللي فيه والطاقة الروحانية لحتى نتخلص من كل الشغلات السلبية اللي عم نعيشها بحياتنا اليومية. شكرا كثير لك غالية، ونتمنى لك هيك يا رب ان شاء الله صيام مقبول يا رب. حبيبة قلبي خلي لي اياك. شكرا لك يا غالية، وان شاء الله فعلا هذا الشهر بيحمل طاقة التسامح مثل ما قلنا، اللي هي اهم طاقة بالكون، لانه مثل ما قلتي كارما بتنرد اكيد لكل انسان. شكرا لك. حبيبة قلبي تسلمي لي.